ما بدري. ايه حلو، انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ اه نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت الاصول، وانا بتاع كده برضه. شايف الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارمي بره المحل ترابيزه الكلاب. حط صوتك، ان الصفوان الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش قبل سنه، بس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع من التشايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فتحة. نقرا، بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. أنا مقدرة اللي أنت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. أنا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. أنت أول راجل يلمسني.
انتوا الثلاثه يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذه؟ ما فيش ولا واحده فينا كانت تعرف، كل واحده فينا كانت فاكره ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس، ولا واحده فيكم حست؟ قولي يا هبه، ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا، انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصايه. ومين اللي ماسك العصايه بقى، القرد ولا القرادات؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه كشفت ازاي؟ ازيك يا غاليه يا بنت الغاليين، اتدورتي؟ خدودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. لكم عندي خبر يفرح، ده انلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني؟ يا صفاء عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدرية، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيما. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلا عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايفه انه عريس لقطه، اتجوزي انت. طب نفهم ليه؟ يا بنت ده احنا اخوات وحريم زي بعض، ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك نستفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف؟ اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد جختي اللي انت ماسكه فيه ومتبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك ان هو يتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه 1000 مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. ولا انا كمان. يبقى بيضحك عليكم، وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاك؟ ايوه نام معاي. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا العواصة. نوم نوم. يا بنت ما كانش عاجبك اني شلون معايا الضايعة. بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد.
أيوة سعد. أيوة أنا. بقولك إيه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وأنا بقى عايزة أروق نفسي شوي. ما تروح تجيب لنا كام إزازة بير. الله، وفيها إيه؟ نفسي أشرب. وهات لنا كباب من عند الحياتي. طب وانا مالي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي، انا مال اهلي اللي قالت لي روح اسكر وتعالي. طب وانا مالي طه وانا مالي طه وانا مالي طه وانا مالي وانا مالي يا غزالي سعيد طه وانا مالي 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 حاجة وليها التمن، وكان لازم حد يدفع التمن، وأنا اللي سددت التمن، عشان كان لازم أنا اللي سدد التمن. أيوة ليه؟ ليه أنتِ؟ عشان أنا الكبيرة. بس. بس إيه؟ بس عشان أنتِ الكبيرة؟ القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا الثلاثة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والثلاث اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا أستاذة، أنا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت إن أنا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي. وفي ال 15 سنة دول اتعلمت إن أنا ممكن أعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. انت رايحه فين؟ بجيب شنطتي. انا مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشنا حياتها انت مصر بتاعتك لما جبنا ست خارجه من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقول لك ايه يا كريم؟ اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. انا طلبت ايه البيع علشان اعرف رايه ايه. ما ردش التليفون بتاعه، ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي. هيدوسوا عليا
أنا جنبك يا كريم صدقني. الحلقة ما كانتش ليها أي علاقة بالسياسة، دي كانت عن الجريمة الاجتماعية. هو ده سياسة؟ كله سياسة. المجتمع بيتناقش بستين نيلة ده ونتيجة حياة سياسية مهببة أصلا. أنا بعمل كل حاجة عشان ما زعلكش أنت وصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك أنت مش حاسس بكده؟ قوم يا كريم اغسل وشك واستناني في السرير، حضر سيجارة حلوة، تعال نفكر في البيبيات اللي احنا عايزين نجيبه. قوم.